أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الناس. تنتخب البداية من موجز لأهم الأخبار الخاصة بالانتخابات. أعلنت مفوضية الانتخابات توزيع نحو أكثر من 1,000,000 بطاقة ناخب بيومترية على مراكز التسجيل التابعة إلى مكاتب المحافظات الانتخابية غير المنتظمة في إقليم. المفوضية في بيان ذكرت إنها مستمرة بإرسال الرسائل النصية للناخبين لغرض تسلم البطاقة البيومترية، فضلاً عن تسيير الفرق الجوالة التي تصل إلى الناخبين أينما وجدوا بغية ضمان حقهم في المشاركة الانتخابية. من جانبها أوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أن توزيع البطاقات البيومترية سيستمر لما قبل أيام قليلة من موعد التصويت الخاص لانتخابات المحافظات التي ستجري قبل يومين من الاقتراع العام، أي في 16 من الشهر المقبل. هذا وتواصل مفوضية الانتخابات استكمال كافة استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل. بدوره أوضح رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل إن التصويت الخاص سيكون في المدارس القريبة من الوحدات العسكرية، ولا يوجد أي تصويت في الوحدات، إنما سيكون في ذات مراكز الاقتراع العام. جميل قال إن المنتسب إذا كان من أبناء محافظة مغايرة عن التي يعمل بها فإنه سيقوم بالتصويت في المحافظة وصوته يذهب إلى محافظته الأصلية. اعتقلت القوات الأمنية في ديالى 12 شخصاً بتهمة تمزيق البوسترات الانتخابية لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات. مصدر أمني قال إن التحقيقات الأولية تؤكد أن أغلبهم لم تكن نواياهم سياسية وهي من عبث المراهقين، وأضاف إن تمزيق الملصقات الانتخابية انخفض بشكل كبير بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوات الأمنية. من جديد لكم التحية مشاهدينا، وأرحب بضيوف الحلقة، كل من المرشح قائمة إبشر يا عراق السيد عامر كريم قيطان الشمري. أحييك سيد عامر، وأيضا أرحب بالمرشحة عن ائتلاف دولة القانون السيدة نادية عبد الحسين الرباعي. حياكم الله سيد نادية، وأيضا أرحب بآخر الضيوف عن تحالف نمني السيد طالب داود العامري. اهلا وسهلا استاذ داود، واهلا بكم ضيوفي الكرام. وبدايه لدينا سؤال موحد لجميع الضيوف يتعلق بطبيعه برامجكم الانتخابيه، وابدا باستاذ عامر، شلون راح تكون حملتك الانتخابيه او شلون كانت وشلون راح تقنع المواطنين بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لقناه الايام على استضافتها. صراحة إحنا بادين من فترة طويلة الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات. مجالس المحافظات هي اللبنة الأساسية اللي تنطلق من عندها المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، ومن عندها ينطلق الخدمات الأساسية في محافظتنا العزيزة إن شاء الله. إذن السؤال ذاته لكم ست نادية، وأود أن أتعرف على أولويات برنامجكم الانتخابي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر لقناتكم ولكل مشاهدينا الكرام. طبعا انه كل مرشح رشح حاليا في هذه الفتره اكيد الا ثقل في المجتمع او عامل سابقا من خلال كونه موظف في الدوله او من خلال عمله في المنظمات او المؤسسات وحتى في المجال الخاص. اليوم احنا عملنا كان سابق قبل هذه المرحله، كون انه عملنا انا بالنسبه لي رئيس ابحاث اقدم عملي ميداني، باحث اجتماعي ميداني من خلال وظيفتي وزاره العمل، عملت على العوائل والاسر الفقيره في جميع مناطق بغداد
يعني رسالتنا الانتخابية أنه إعادة ثقة الناس بمجالس المحافظات بعدما عطلت لفترات سنوات كثيرة. فاليوم احنا كل مرشح بينا أنه يثبت جدارة ويثبت قوة في إعادة نظام مجالس المحافظات وتقديم ما هو أفضل لأبناء شعبه ولكل جمهوره وكل الناخبين اللي انتخبوه واللي وصلوا لهذا المركز. نعم. إذن انتقال إلى أستاذ طالب، أريد أن تعرف المواطنين أو من يتابعنا اليوم بركائز برنامجكم الانتخابي. أنا أشكركم مبدئياً شكر جزيل لجنابكم الكريم ولقناتكم الغراء. ابتداءً عجبتني كلمة شلون اللي نطقتيها جنابك بهاي اللهجة العراقية اللطيفة الحلوة اللي السؤال السياسي. احنا اليوم نتكلم بدون تكلف ونكون قريبين من الناس. الحملة الانتخابية. فأنا هم راح أحكي بهاي اللهجة العراقية اللي حتى بدون تكلف. أنا حملتي انتخابية قديماً بالش ويا الناس، يعني احنا قاعدين ويا الناس قبل أكثر من 20 سنة، لأنه احنا امتداداتنا عشائرية وعندنا منظمات مجتمع مدني عفواً. بالنسبة للناس وياهم باحتكاك، المرشح اللي راح يفوز بالانتخابات يقيناً أنا أضمن له الفوز اللي صادق ويا الناس. اللي ما يروح يقول لهم أنا أبلط لأن هو مو مقاول، ولا أقول لهم أنا أسوي سبويس وهو مو مقاول، ولا أقول لهم أنا أسوي لكم محولات هو مو كهربائي، هو ما يجيب. الناس محتاجة الصدق، محتاجة أنه تقتنع بالانتخابات. أنا أقعد ويا الناس عندهم عزوف، نقول اللي سوى شنو اللي سوونا هذولاك اللي قبلكم حتى تسوونا. يعني ما معقول أنتم راح تسوون عندكم عصا موسى وتجون تسوونا تبليط وتسوونا. قلت لهم نسوي، احنا نقدر نسوي، قادرين ونقدر نسوي اكثر من اللي راح. المرحله اللي كانت قبلها مجالس المحافظات ومجالس المحليه والمجالس البرلمانيه كانت فيها تحديات كبيره وكثيره. طيب، على كل الاصعده السياسيه والخارجيه. ركزتوا في برنامج هذه الانتخابات على الخدمات. العراقيين محتاجين خدمات. اذا ملف الخدمات، وحتى نكفي كافة فقرات البرنامج. نعم. خليني أنتقل لتقرير من محافظة واسط باعتبار أستاذ عامر من هذه المحافظة، ونتبع معلومات هذا التقرير. إذن أستاذ عامر، التقرير اللي عرضناه هو مبني على استبانات رسمية من شارع واسط ومشاكلها. أي المشاكل اللي عرضت تحسها أولوية ببرنامجك الانتخابي؟ إحنا صراحة الأولوية البرنامج الانتخابي هو الرياضة، وتقريركم ما موجود هو الرياضة صراحة. إحنا مهمشين من 2003 لغاية اليوم. الرياضة هو عصب الحياة، الفرحة العراقية. يعني اللي تركت المستشفيات والخدمات، يعني هي مرتبطة والجسور والمخدرات، مرتبطة بالمخدرات على جانب تكميلي شوية، مرتبطة بالمخدرات. المخدرات طيب، شلون هي صارت عندنا وانتشرت المخدرات؟ العزوف عن الرياضة وقلة المنشآت الرياضية وقلة الدعم الحكومي للرياضة من قبل المحافظة ومن قبل الوزارة. إذن الرياضة هي العصب الأساسي اللي هي تقدر كلها، يعني مرتبطة بالصحة الرياضة، مرتبطة بالابتعاد عن المخدرات، مرتبطة بكل الأمور هي الرياضة. راح أجيك بسؤال مفصل في وسط الحلقة على هذا الموضوع، لكن بما أنه ضيوفنا من بغداد عندنا تقرير آخر عن محافظة بغداد. Thank you.
إذا ست نادية ما أعرف أي من هذه الملفات المبنية على قراءة لواقع بغداد حسيها أولوية لأي برنامج انتخابي؟ نعم يعني أنا أتوقع أنه ملف البطالة والشباب اليوم إحنا الجانب الشباب اللي هو أكثر فئة متواجدة بالمجتمع العراقي اللي تبحث عن فرص عمل واللي تبحث وهي اللي توفر الاستقرار النفسي والاقتصادي حتى الأمني. إذا توفرت فرص العمل اليوم إحنا من خلال بحثنا ومن خلال البحوث اللي أجريناها على جميع الشباب المتواجدين في حتى في راح نجي لفقرة الشباب خلال الفقرات المتبقية. يعني هذه جزء من البرنامج هو مايست الخدمات أو أولوية من الأولويات. نعم أولوية من أولويات البطالة بالضبط هي هذا ما يبحث عن الشاب العراقي. طيب. وإحنا الفئة الشباب هي الفئة الكبيرة في المجتمع. وإذا ضمننا استقرار الشباب اقتصادياً فنضمن استقرار المجتمع. إذن أستاذ طالب أي واحدة من هذه المشاكل هي أولوية لبرنامجك الانتخابي أو ربما بعد هذا التقرير راح تغير بالمعادلة شوية؟ لا هي المشاكل احنا ما نغير، هي المشاكل موجودة بغداد ما شاء الله يعني والعراق كله مشاكل اجتماعية موجودة. بس أنا التعليم أنا إذا حميت المعلم أكو فقرة بالتعليم، أنا مو بس أوفر مدرسة وقلل عدد الطلاب داخل الصف وقلل التراكمات يعني خلينا نسميها هذه أكثر من دوام بالمدرسة الواحدة، أوفر للمعلم حماية. يقدر المعلم رئيس الوزراء طلع من الرحلة اللي درس المعلم، طبيب طلع من الرحلة درس المعلم، قاضي واني وانتي كليتنا احنا طلعنا من الرحلة درسنا المعلم والمعلمة. إذا ما نوفر له حماية للمعلم ما يطلع جيل. إذن التعليم والبطالة والرياضة. خلينا ننتقل لفقرة أخرى هي تتعلق إجابة بدقيقتين لكل سؤال راح نطرحها عليكم، أي لكل حضراتكم كل واحد إلى دقيقتين يجاوب من خلالها على سؤالنا الأول بهذه الفقرة إلى الأستاذ عامر. كل مرشح اليوم يطرح برنامج الانتخابي وهذا الطرح قد يتشابه بين مرشح ومرشح أو قائمة وأخرى، فما هي الوعود وكلام وشعارات، ما هي وسائل إقناع الناخب اليوم؟ وسائل إقناع الناس صراحة يعني إحنا باعتباري يعني رئيس نادي العزيزية الرياضي ودكتوراه في الإدارة الرياضية توجه دائما من صلب هذه المعاناة اللي هي عندنا المنشآت الرياضية، قلة المنشآت الرياضية في أقضية ونواحي محافظة واسط. تعرفين أنت إحنا الوزارة مشكورة حددت بعض المناطق وبنت الملاعب، الملاعب مو كل العالم ترى القاعات الرياضيه هي المنتج يعني المكان الحقيقي لممارسه الرياضه. احنا من نكمل المنشات الرياضيه او ندعم لاكمال المنشات الرياضيه اللي هي بعد ما مكتمله راح نقدر احنا نستقطب اكثر عدد ممكن من الرياضيين كانوا نساء كانوا رجال. طيب. هاي بالنسبة للرياضة، أما باقي الخدمات هذن إحنا همينا عندنا علينا شيء أكيد، إحنا عندنا العشوائيات والخدمات البلدية بالإضافة إلى السكن، ذن كلهن يعني يجي انتباعاً يعني واحدة وراء الأخ يعني إن شاء الله يعني بالمرحلة الأولى هي تسمية المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، إحنا إذا أحسننا الاختيار المحافظ إن شاء الله راح ننجح أكيد إحنا بمجالس المحافظات. إذن السؤال نفسه لست نادية وموضوعة إقناع الناخب وسط زخم خاصة في بغداد أكثر من مرشح وأكثر من قائمة شلون يكون؟ نعم يعني إحنا بصراحة في هذه المرحلة واجهنا صعوبات جدا كبيرة، يعني إحنا اشتغلنا إعلاميين واشتغلنا مرشحين واشتغلنا إقناع للناس، اليوم الأغلب الناس كانت عازفة عن الانتخابات وبحجة أنه إحنا شو استفادينا من اللي قبلكم حتى نستفاد منكم، فهذه الكلمة بكل مكان نسمعها، لكن إحنا علينا أنه إحنا شون بالضبط بياسلو بنقنع. يعني إحنا طريقتنا بالإقناع أنه الشخص اللي جاي المرشح أكيد إلى ثقلة بالمجتمع ما جاي من فراغ، أما يكون هو موظف سابق وأما يكون صاحب في عشيرة وفي منظمة، فإحنا من نجي نقنع الناس أنت لا تسأل عن المرشح إيش راح يقدم لك، هو هذا سبب اختفاء المرشح بعد الفوز لأنه ما سألته عن تاريخ وأصل المرشح وشنو مقدم سابقا، فإحنا نقنعهم أنه أسأل على المرشح سيرته الذاتية نزاهته إخلاصه بالعمل
شو مقدم خلال هاي السنوات. إذا عرفتوا تاريخ المرشح راح تعرفون هذا المرشح راح يبقى وياكم وما راح يترككم ولا راح يعوفكم. احنا اليوم اغلب المرشحين بسبب يعني مع الاسف بسبب جهل بعض الناس، مو كل الناس، اكو ناس مثقفين يعني متفهمين يعرفون شو يطلبون من المرشح. انا كلش افتخر من اسمع امرأة او رجل يقول لي انا خلي اسال قبل ما اقرر انتخب شلو لا، اقول له هذا عين العقل. العكس من اللي يقول ايش راح تقدمون هسه، هاي ايش راح تقدمون هسه، اقولهم هي هاي اللي تخلي المرشح من يفوز بعد ما يجيكم، لانه انت ما سالت عليه وما عرفت شنو انت ردت تستفاد انيا وفي اللحظه تستفاد. فهو هذا الخطا اللي يعني مع الاسف اللي اغلب المجتمعات توقع به. فالحمد لله احنا من خلال لانه جمهورنا يعني مشتغلين عليه سابقا، يعني من خلال عملنا ودخولنا بالمناطق سابقا، من ندخل للمناطق نكون أكثر تقبلاً ومعروفين أكثر باعتبار أنه مشتغلين على الناس. نعم. الانتقال إليك أستاذ طالب. وعطفاً على السؤال نفسه وبدقيقتين، موضوعة إقناع الناخب، شو اللي دا تقدم اليوم بحملتك الانتخابية وأنت ضيف برنامج الناس تنتخب؟ والله أنا بدأت البرنامج قلت الصدق. أنا قاعد ويا الناس على بساطهم، خلينا نقول بالصدق، من واحد يسولف من قلبه يوصل للناخب القلبه. بداية الحملة الانتخابية اشتغلنا على الناس اللي أنا أصلا مشتغل وياهم مسبقا، وعندي أنا أكثر من 10 سنين، أكثر من عشر سنين أنا وياهم حملات مساعدة الناس وحملات إغاثة ملهوفين، صارت هواي مالات مساعدات لوجستية الحشد وأبناء الحشد وأبناء الشهداء، عندي تجمع عشائري وتجمع منظمة مجتمع مدني، تواصل مستمر. هذول الناس احنا بالنتيجة انه هذول ويانا، يعني احنا وين ما نتجه هم ويانا. بس اكو ناس اقاربهم، ناسهم اصدقائهم، من يجي شخص من هذول الناس يسوي لي ندوة ويا مجموعة معينة في منطقة معينة. طيب. من اقعد ويا الناس اقول لهم هسه انتوا راح تقولون انت ايش سويت لنا، هذولك ايش سوونا حتى تشرح سوى. هذا السؤال اعتيادي. فاحنا على ست نادية قالت احنا اعلاميين، احنا صرنا اعلاميين وصرنا مخرجين وصرنا كل شيء. انا اقنع الناخب يعني اليوم صعب تقنع الشارع العراقي. لا هو مو صعب، هو مو صعب، بس المرشح عليه ان ياخذ دور مو دوره. هو مو صعب بس لازم يقنع المواطن بالدخول للانتخابات والمشاركه بالانتخابات. هذا مو دورنا احنا، هذا دور الاعلام بصوره عامه، يعني دور السياسيين والاعلام انه يسلطون الضوء على هذا الموضوع. اكو عزوف كبير نتيجة التراكمات الكبيرة والكثيرة، على قولتها هنا يقول الشك كبير الشك كبير والرقعة صغيرة. زين، تراكمات ثقيلة، الحكومات تركة ثقيلة صارت، الناس عندها عزوف، الناس بزعوا، الخريج يقول أنا خريج ما عندي تعيين، أشتغل حمال عربانة بالشورجة يقعد قبالي عيني، تجي زوجة شهيد تقول لي بيتنا تشينكو، أنا من يجي المطر أخاف أقعد بالزاوية لأن المطر يوقع عليه من تشينكو من فوق. هذه شلون أقنعها؟ فعندي وسيلة أول مرة أدخلها بالإقناع، أقولها أنتوا ذيك المرحلة بيها تحديات. دقيقتين أستاذ طالب، بس راح أمنحك دقيقتين ثانية للإجابة على أو الإجابة على سؤال آخر يتعلق بملف أنت طرحته كأولوية لبرنامجك الانتخابي. آلية تنفيذكم لبرنامج الخدمات أو لملف الخدمات؟ هو بالنسبة للخدمات بغداد حالها حال كل مدن العالم تتوسع، وبتوسع مدينة بغداد لازم تتوسع خدماتها. يعني هسه احنا ما شاء الله بس نشوف الأسواق اللي هي المولات جاءت تتوسع. المولات هي هسه مقاربة لعدد سكان بغداد، يعني انت وين بتروحين تلقين مول براس الشارع كفي على النسوان تتسوق وتصرف فلوس الزلم. بس احنا لو نجي كل المواطنين قادرين اليوم يصرفون من المولات؟ لا مرات يروحون للمول ما يصرفون، بس المهم يروحون. يعني اوكي هي متنفس خدمات. انا ما داعب حتى لا اسجل عليه صارت متنفس البغداديين وين يروحون؟ هم ما عندهم غير هاي شويه متنفس. يمكن راح تخلص الدقيقتين. الخدمات شلون راح تنفذون برنامجكم بها؟ يعني احنا توسعت بغداد بكل شيء، توسعت بغداد بالمناطق السكنيه، بناء بيوت واطئه الكلفه، بناء بيوت على غرار المدن الاوروبيه، يعني بناء عمودي خارج حدود أمانة العاصمة حول بغداد كليتها، مناطق موجودة بالتاجي بالبابا غريب بالراشدية بغيرها،
ممكن انه تتوسع بغداد، نقلل الضغط على المركز المدينه، نفتح هناك مستشفيات ومدارس، نفتح هناك مولات، نفتح هناك اسواق جديده، نقلل الضغط، بالنتيجه راح نقدر نشتغل، الصرف الصحي راح يصير اقل، الشوارع راح تفتح هناك، التعليم راح يصير هناك، يعني مدارس جديده ومستشفيات جديده راح تقدم خدمه للمواطن تليق بكرامه المواطن البغدادي. اذا ست ناديه نفس السؤال ودقيقتين، موضوع الخدمات ملف كبير نعرف خاصه بالعاصمه، والعاصمه بغداد حصرا، آلياتكم لتنفيذ اي برنامج يتعلق بملف الخدمات؟ نعم، هي يعني اهم شيء اللي عانت منه الدورات السابقه من مجالس المحافظات هي التداخلات بين امانه بغداد ومجالس المحافظات، صارت بها عده مشاكل وعده امور، وهي هاي احد الاسباب اللي يعني ضيعت الكثير من الفرص. اليوم البلد بحاجه الى اعاده اعمار يعني بالنسبه للجانب الخدمي والصحي، و من خلال شنو؟ من خلال إعادة بناء المشاريع، من خلال بناء، من خلال المجمعات السكنية. اليوم باتت العشوائيات أحد المظاهر الغير حضارية في بغداد، فإذا يعني صارت حلول أو وجدت حلول لهذه ممكن تحل فجانب كبير من الخدمات ومن أزمة السكن، وحتى جانب التربوي. اليوم المدارس صارت قريبة عن المجمعات والعشوائيات ببناء يعني متواضع جدا وغير يعني ما بكل مواصفات للسلامة المهنية، وحتى في الطمر الصحي هذا ما لاحظناه في المناطق. فاليوم هو يعني جل اهتمام المواطن هو الخدمات، وهذه الخدمات لا تتحقق إلا باختيار الأعضاء محافظة حريصين عندهم أصحاب قرار شجاع، واختيار نائب قوي وشجاع حتى يقدر يحقق هذه الطلبات اللي يعني صار لها فترة طويلة الشارع العراقي مفتقدها. فإن شاء الله بجهود كل الخيرين اللي راح يوصلون لمجلس المحافظة راح تتحقق ولو جزء بسيط من هذه الخدمات اللي يبحث عنها المواطن العراقي. نعم، إذن بواسطة يمكن الموضوع أصعب أسهل، هذا اللي أنت راح توصف لنا فيما يتعلق بموضوع أو ملف الخدمات. دقيقتين أود أن وإن كان أولويتك الرياضة، لكن نعم، ملف الخدمات أساسي لكل مواطن عراقي. أكيد. شلون راح تنفذون برنامجكم فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ الخدمات صراحة هي ما متعلقة فقط بالخدمات البلدية، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الخدمات الرياضية، كلها مشمولة من ضمن الخدمات. بس احنا صراحه يعني نشكر السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني اللي اقر قانون 320 اللي يخص العشوائيات، استملاك العشوائيات. باقي شيء يعني بسيط يعني ان شاء الله على مجالس المحافظات انه ادخال الجهد الخدمي، ادخال الجهد الهندسي الى المناطق العشوائيه، واستملاك البيوت لساكنيها وتقديم الخدمات إلى هذه المناطق اللي هي عانت معانا طول السنوات الماضية باعتبار مناطق فقيرة، مناطق محتاجة إلى من يدعمهم، مناطق محتاجة إلى من يعلمهم أن هم مواطنين من الدرجة الأولى. كل إنسان إلى حق، وهذا حقهم من الدولة، ماكو إشكال. إذا إحنا إذا عليهم طلبات أو مثلا عليهم متعلقات مادية انه يعني ينزلها الدوله، يعني شنو يعني شنو الدوله دائما هي الاب باعتبار للكل. فان شاء الله نسن قرار انه اطفاء ديون الكهرباء، اطفاء ديون الماء، هذني اللي متعلقه بالمناطق العشوائيه، بالاضافه الى ادخال الجهد الهندسي لهي المناطق يعني اللي عانت طيله يعني 2003 واليوم. هم فقط يقولون مناطق عشوائية لا تدخلها البلدية، لا تدخلها الكهرباء، لا تدخلها الصحة. الصحة مراكز يعني بعيدة جدا عنهم. بأقل من 20 ثانية بالنسبة لمركز المحافظة شلون راح تشتغلون عليه؟ مركز المحافظة احنا صراحة مثل ما قلت لك، أول شيء المحافظ إذا كان ذو خبرة وكفاءة واختارنا اختيار صحيح، إذا احنا نجحنا بكل الأمور الباقية. إذا العودة إلى أستاذ طالب، وآخر فقرة بفقرات العداد بدقيقتين هو موضوعة الغلاء المعيشي، شلون راح تتعاملون وياه؟ الغلاء المعيشي شغلة واحدة تحله وكلش بسيطة، فتح الأسواق القطاع الخاص.
أنا تاجر عندي شركة وعايش وين الناس، صار لي يعني أكثر من 30 سنة عندي شركة بالسوق، ودا أشوف الناس شلون تعاني وشلون يعني مجرد أنه فتح الأسواق وفتح مشاريع للقطاع الخاص الناس راح تشتغل، تصير عندي عاملة تشتغل. يعني هو $6 صعد نزل مش هو مو مهم أنه يصعد أو ينزل، هذا سياسة مالية سياسة دولة، بس إحنا المواطن إذا قدر أنه يوفر لقمة العيش الأهل وناسه، والأرملة والمطلقة ما تظل لازمة باب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على مود تحصل لها كم دينار يطوها بعد سرة ومعاملة، يمكن ست نادية تدري لأنه اختصاصها وما تكفيها أسبوع، الله وكيلك نساء جوي ما تكفيهم أسبوع راتب الرعاية الاجتماعية، هذا لو أوفر لها معمل صغير قطاع خاص. أنا سويت مكتبي، جبت ورشة خياطة، سويت جبت أرامل المطلقات خليتهم يتعلمون خياطة، كل واحدة تصير سويت لهم مسابقة، كل واحدة تتعلم أعطيها مكينة، يمكن وزعت فد 200 مكينة. هذه أنا وفرت يعني على بساطة عملي، بينما إذا الدولة قانون تبنت هكذا مشاريع اي يعني ماكو داعي هسه احنا نوقف عند المشاريع الكبيره ونقول سياسه الدوله اكو ضغوطات خارجيه ما نقدر احنا نوفر المشاريع الكبيره ونشغل ولدنا يحتاجون مشاريع صغيره، مشاريع صغيره متوفر لهم لقمه الاكل لهم جهالهم، الشاب اللي يريد يتزوج ملاقي لفه فلافل شلون يتزوج اذا هو 24 ساعه قاعد مثلا بدون شغل، بالاخير انه ينهار وين يروح؟ هاي الحرب الناعمه اللي قاتله اللي دا يشتغلون علينا، ترويج المخدرات والمثليه والجندره وغيرها وغيرها، وين تروح؟ على تجي هاي الافكار تكون الشباب عندهم بيئه خصبه لاجتذاب هذه هؤلاء الشباب، بينما اذا الشاب عنده شغل وعنده زوجه وعنده اطفال ويقدر يشتري الحليب ويقدر يامن لقمه اهله اكيد راح يكون محمي تلقائيا ويكون ان شاء الله بركه ومستقبل للكل. طيب ست نادية، أيضا ملف الغلاء المعيشي هو اليوم أولوية أي مواطن، فهل هو ضمن أولوياتكم بالبرنامج الانتخابي؟ أكيد، كوني أنا بالحماية الاجتماعية اليوم المبلغ الإعانة الاجتماعية فعلا ما يسد نص أو ربع الشهر، اليوم الأقصى الحد الأعلى للإعانة للأم اللي هي عندها 3 أولاد 325، بظل هذه الظروف الصعبة والحرجة، بظل غلاء الدواء وغلاء الإيجار وغلاء المدارس الأهلية وخطوط النقل والقرطاسية وكل شغالي، اليوم النساء أسبوع وتجي للدائرة تطلب مساعدة لأنه خلص الراتب وخلص. فإحنا بحكم البرنامج الانتخابي أنه المرأة يعني نحولها إلى يعني طاقة منتجة وغير معطلة، يعني ما تعتمد بس على الإعانة الاجتماعية. اليوم وزارة العمل لديها مشاريع عديدة، منها أنه منح قروض ميسرة للنساء حتى تسوي مشروع، المشروع يكون داعم للنساء، يعني حتى المراكز التدريب المهني، يعني إحنا قاعد نشجع النساء وأولادهم دخول هذه المراكز حتى يتعلموا لهم صنعة، يعني صنعة الحلاقة للشباب يعني ممتازة وجيدة، والكثير من الشباب تخرجوا وفتحوا محلات حلاقة نساء ورجال. فهذه غلاء المعيشة طبعا أكيد يعني من أولويات يعني أولويات كل مرشح، شلون إحنا نوفر غلاء المعيشة؟ يعني السيطرة على المصارف، السيطرة على هاي القروض اللي تكسر الظهر، القروض اللي هي بيها فوائد كثيرة، فالمواطن اليوم يبتعد عن القرض لأن يعرف شروط القرض شنو. فإذا كانت القروض ميسرة والفوائد بسيطة ممكن أي شاب، وأكد لك يعني عن تجربة أنه الشاب العراقي، أنا عن تجربة شاب عراقي يعني تزوجنا لأحد الفتيات اليتيمات في دار، كوني أنا درت دار الأحداث المشردات لمدة عام ونصف، زوجنا هذه الفتاة في هذا الوقت اللي هو بالبطالة أصبح يتعاطى المخدرات. إحنا شلون عالجنا هذا الشاب بدون علاج وبدون مستشفى؟ بس وفرنا له فرصة عمل، انتهى ورجع إنسان مستقيم ورجع يدير حياته. فهي العمل أفضل شيء، العمل ونبذ البطالة والقضاء عليها. انتهى وقت الدقيقتين، وسؤال لك أيضا أستاذ عامر، ملف الغلاء المعيشي، ملف الغلاء خاصة في وسط صراحة، ملف الغلاء المعيشي هو مرتبط بسياسة الدولة العامة اللي هي سيطر على الدولار، انت عارفين احنا اكثر البضاعة هي تدخلنا من خارج العراق، فكل ما يرتفع الدولار كل ما يرتفع الاسعار اللي اسمه البضاعة. الفقرة الثانية صراحة هو السيطر على غلاء المعيشة هو دعم الفلاح،
من خلال دعم الفلاح إيصال الماء إلى الأراضي الزراعية مالته، من خلال زراعة الشلب والحنطة، اعتبار أن هذني هاي مرتبطة بالسلة الغذائية المباشرة في المواطن. كل ما كان دعم للفلاح راح يكون موجود، راح الفلاح يزرع وراح تقل الهجرة من الريف إلى المدينة، وراح يصير يعني هذا يمكن يعالج جانب من الجوانب. اذا الصناعه داخل المدن شلون؟ الصناعه تبقى عندنا احنا العاطلين عن العمل، جاي يستلمون رواتب وهم قاعدين. انا شنو الضير انه افتح لهم معامل ومصانع واضيف لهم فد مبلغ من المال، يعني فد 200,000 دينار. انا اتصور كل العاطلين عن العمل راح يتوجهون الى المصانع والمعامل هاي اللي هي راح يصير انتاجهم وانتاج عملهم، وتصير عندهم حركه، بالاضافه الى انهم راح يتحركون ويلقون راح يصير عندهم حرف اخرى يتطورون نفسهم بها، راح يشوفين العالم كلها بعد راح يقل الزخم عليهم ويتقل الاسعارهم تنزل على اعتبار المواد توفرت بصوره سلسه من مكان قريب وبدون تكلفه وبدون. إذن خلينا نتوقف أو ننتهي من فقرة الدقيقتين وننتقل إلى فقرة صورة وتعليق. وأدنى أول صورة يظهرها زميل المخرج هي هذه الصورة، وأسمع تعليق من أدكم أو فهم لهذه الصورة. من أول؟ لا على التعيين. لا التعيين؟ هاي الصورة؟ أي نعم. توجع القلب. ليش استاذ؟ توجع القلب كلش. يعني هذه أرض السواد، أرض العراق أرض السواد، من نشوف طالع حديقة يابسة مع الأسف. يعني أنا مهندس زراعي اختصاصي. إحنا هذه الصورة فعلا خصصناها على ملف الزراعة. أي. فشنو حل اختصاصي زراعة، يعني أشتغل منظومات تنقيط. طبعا العراق اعتمد دائما على السقي بالريل، اللي يجي المي منه ويطلع منه ويروح للخليج ما حد يمه. يراد احنا ب 2023 يعني منظومات حديثة كبيرة كثيرة متطورة ممكن انه تسقي العراق كليته، يعني تفيض مي اذا دخلوها وما تكلف الدولة شيء. ترى لا يصورون انه شحة المياه فشي مهول. احنا سوينا مؤتمرات هواية، مركز بدر دراسات استراتيجية وخصوصا طيب. على الموضوع اكو منظومات تنقيط واكو منظومات رش واكو منظومات هواية ممكن انه هاي الاشجار اليابسة تصير خضراء، وممكن انه بغداد وغير بغداد وكل أراضي العراق تصير خضراء وتصير دعم للفلاح وتصير بحيرات مكثفة. مو هسه نشفوا البحيرات ويجي الشفر يضرب الساتر مال البحيرة إنه على إنه ما مجازة، وبالنتيجة يخسر الفلاح هذا المسكين مبالغ مهولة هو ماخذها أصلاً، العلف ماخذه بالدين. أسوي لهم فد نظام معين، أكو استزراع مكثف للبحيرات الأسماك، اكو منظومات تنقيط، اكو دعم للفلاح، انطي للفلاح مكان ما اخذ من عنده، انطي اليوريا على مود يقدر يكافح يسوي سماد، انطي معدات، انطي مكان حراثه، انطي يعني اشياء كلش بسيطه، مبيدات يقدر الزراعه تنهض. اذا ملف الزراعه ست ناديه شلون راح تتعاملون وياه ضمن خططكم او لا؟ أكيد اليوم هاي صورة مؤلمة، لأنه ما تسر النظر من نشوفين صورة الأشجار يابسة وما بيها خضار، فأكيد مؤلمة. اليوم الجانب الزراعي يعني المفروض يتعامل ويا الدولة بشكل جدي وإيقاف هجرة الفلاح إلى المدن. شنو سبب الهجرة؟ ليش يهاجر الفلاح إلى المدن؟ طيب. لأنه ما يلقي دعم. أنا التقيت بأحد المزارعين أو المزارعات في منطقة اليوسفية، مزرعتهم تقول لي أنا بالمي يجيني بالأسبوع مرة لمزرعتي، أضطر أنه أبات بالليل كله حتى الصبح ألحق أسقي الزراعة. إذا توفرت كل العدة للفلاح مستحيل راح يعوف البستان ويجي يسكن بالمدينة وبعدين نعتمد على الاستيراد في المواد الغذائية. اليوم خيرات الله والأراضي الزراعية كبيرة وكلها خصبة للزراعة، فالمفروض الدولة تنتبه وتدعم الفلاح بشكل كبير حتى يتوقف استيراد المواد الغذائية ونعتمد. سابقا كان الإيرادات العراقية تصدر لخارج العراق، اليوم احنا اصبحنا مستوردين للمواد الغذائية. فيعني اعتقد انه هذا جانب جدا مهم للعراقيين، انه الملف الزراعة لازم
ينأخذ بعين الاعتبار، وبرامج يعني دقيقة توضع حتى تحل أزمة هجرة الفلاح وإعداد الفلح بطريقة وبآليات حديثة وبشكل أفضل، وتوفير جميع ما يحتاج الفلاح حتى يكون أكثر إنتاجاً. طيب أستاذ عمر، قبل شوية نوهت أنه موضوع حل الغلاء المعيشي ممكن حله من خلال دعم الزراعة، بس احنا جبنا لك ملف جاهز، شو راح يكون هذا الموضوع؟ صراحة يعني العراق هو بلد النهرين، وواسطة تعتبر سلة العراق الغذائية. منذ زعلون أهل دياله. لا واسطة هي سلة العراق الغذائية منذ فترة يعني سنتين أو ثلاثة. دياله اختصاص برتقال. سنتين أو ثلاثة هي سلة العراق الغذائية. فمن خلال هاي الصورة إنه انطي عهد إن شاء الله للمزارعين إنه ترجع واسط هي سلة العراق الغذائية من خلال دعم الفلاح بكل الإمكانيات اللي تستيح له الزراعة من المكائن، من يسمونه اليوريا وغير اليوريا، ذن اللي صراحة اللي هي يتحرك الفلاح بحيث، والتسهيلات الأخرى من الماء والبذور والتنقيط، كل هذا إن شاء الله نوفر إليه بقوة الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا صورة ثانية زميلي المخرج، أسمع تعليقكم على هذه الصورة. أيضا مؤلمة. اليوم جاي توجعونا قلبنا، هو إحنا هذا نطلع طلعنا الضواحي بغداد، صارنا يعني فترات طويلة إحنا ويا الناس. ما تخصيصك لهذه الصورة على أي ملف؟ يعني شباب قاعدين بالمصدر يريدون رزق. فعلًا. يعني هم هذول خريجين، هسه إذا أكون واحد اللي صورهم يسألهم، أنا يقينًا هذول الشباب نصهم خريجين كليات ودا يدورون، أنا هسه سولفت وحتى اللي ما كمل كلية أكو أسباب من عدة إنه لا أكيد إيه. أنا ليش اهتميت بموضوع التعليم؟ لأن ظروف قاسية، هسه بيهم يريدون يتزوجون، أكو بيهم خاطبين يمكن أكيد، وما يقدر يتزوج، ما يقدر يشتري. إذا طلع للشغل وحصل 25 يقدر يشتري علاقة طماطة وبتيتة وكذا، يجي فرحان بها بعد يوم منهك وتعبان، ويطلع الصبح الفجر ثاني يوم حتى يسترزق، واذا ما لقى شغل راح يرجع خائب للبيت. خب هذا هاي طاقات انا خليها مشروع تشغيل الشباب موجود، مشروع قرر البرلمان. طيب ممكن انه يدخلون بها هاي الناس. اذا ست نادية، يعني وانت ذكرتي بداية الحلقة انه احتكاكك بالعوائل وبالشباب والعمل مع وزارة العمل يشوفكم كثير من المصائب. نعم، احنا احد البحوث اللي اجريتها يعني على الشباب اللي يعملون في التقاطعات، اغلب الشباب اللي هم بعمر هذه هذول الشباب اللي هم اعمار الورد، اقول لي ست، اقول لي ليش تشتغل؟ يقول لي بس وفري لي عمل، حتى الراتب الرعاية ما اريده، بس وفري لي عمل، واذا شفتيني اني اوقف امسح جام لو امد ايدي انت. فاحنا نقول إذا وفرنا فرص، هي هذه الطاقة الشبابية اللي هي أغلب المجتمع، هم يعني الأعداد الكبيرة من النسبة الكبيرة من المجتمع هم شباب ويمثلون فد طاقة كلش كبيرة، إذا وفرنا لهم الاستقرار العملي والوظيفي. هسه مو إلا وظائف، أنا أقول لهم أنه أحد النساء توظفونا تعينونا، قلت لها أنا أولادي خريجي ما متعينين، مو معناته الدولة تعين كل الشباب. ممكن تقول لي حقها من تقول لي، حرجتني من تقول لي زين وفروا لنا مصانع، وفروا لنا شركات. فاحنا نقول الشباب اليوم اذا انا مره شفت اقول له مصنع كبير بالكرخ ومصنع كبير بالرصافه، والم كل الشباب ذولا اللي قاعدين هنا واللي يمسحون الجام ذولا، واذا اشغلهم واذا انطيب اليوم 25 ما الكل تشتغل والشارع يكون مستقر. فهي فرص العمل اليوم، اذا ما وفرت فرص عمل مناسبه واحفظ كرامه الشباب وأخلي شاب مستقيم ما يقعد ساعات حتى ينتظر رزقه لو يجي لو ما يجي. وأكثر حالات الطلاق اللي شهدناها كدائرة مرأة من البطالة ومن الفقر، الزوج يرجع خائب ماكو عمل، تتلقى الزوجة بسلسلة من الطلبات والاحتياجات ويضطر هو يترك البيت ويصير الطلاق. فكل المشاكل الاجتماعية والنفسية هي تنتج من البطالة، البطالة إذا قضينا عليها المجتمع يستقر. أستاذ عامر، الحل لملف الشباب بمثل ما ذكرت مراكز التأهيل الرياضية بفرص عمل، أم شنو حل هذا الموضوع الكبير اللي مجتمعنا؟ صراحة الشباب دول هم مستقبل العراق، متى ما أحسننا اختيارهم ودعمهم احنا ضمننا مستقبل لعراقنا ولأهلنا مستقبلا. الشباب
يعني هم اللبنة الأساسية اللي يبنى عليها المجتمع. الشباب هم اللي القادة الحاليين والمستقبل. الشباب يعني متطلبات الشباب بسيطة جدا صراحة. يعني هو شيء يريد عمل، يريد فرصة عمل، يجيب يطلع يا جماعته أصدقائه، يروح يلقى له قاعة رياضية يتمرن بيها، يلقى له ملعب يشاهد كرة قدم. فمن خلال توفير متطلبات الأساسية للشاب راحت مستقبلا، يعني راح يشوف الشاب يقوم هو يبحث وهو يدور على العمل اللي يريده. حتى لو احنا نوفر له عمل باعتباره نوفر له عمل يعني ايا كان العمل هذا، المهم هو تحفظ كرامة وجهه، ما يستعطي ما يستجدي. هذا يكفيه هو الشباب، وان شاء الله احنا قادرين على توفير فرص عمل للشباب من خلال بناء المصانع، من خلال بناء المصافي. عندنا بواسط ان شاء الله، عندنا مطار همين ان شاء الله على حال بالعزيزيه، ان شاء الله هاي كلها توفر فرص عمل للشباب، وان شاء الله القادم نقول افضل. اذا اخر دقيقه تمنح بالتساوي بيناتكم طبعا لكل مرشح دقيقة واحدة يوجه بها رسالة إلى الكاميرا وإلى جمهوره. والبداية منك أستاذ طالب، الكاميرا أمامك واستغل هذه الدقيقة. أنا أقول جمهوري، يعني جمهور البغدادي ككل، الرجاء المشاركة بالانتخابات غض النظر عن أنه من المرشح اللي إجا آخر واحد وقاعد ببيتك وترجاك أنه تنتخبه. انتخب الأصلح، انتخب الشخص اللي توصل له، انتخب الشخص اللي ممكن تفتح باب المحافظة وتدخل عليه، انتخب الشخص اللي تقدر تاخذ حقوقك من عنده. كافي مجاملات، العراقيين بزعوا، بغداديين بزعوا، كافي بيوت مثقفاتها تشينكو، كافي ناس ارامل مطلقات بلا رواتب، كافي عمال قاعدين مثل الورود يدورون على رزق ماكو، كافي بنات يتخرجون بدون وظائف. كافي الحد هنا للعراقيين بزعوا، لازم انه نخلي وضع نهايه لهاي الخط. اريد من الناخبين الكل ينتخبون شخص مناسب يقدرون يوصلوا له، يقدرون ياخذون حقوقهم من عنده. اذا الدقيقه الثانيه تمنح لست ناديه. نعم، انا اقول لكل الناخبين العراقيين بكل محافظات العراق وبالذات بغداد، كوني انا مرشحه عن محافظه بغداد، رسالتي إلى جميع الناخبين نساء ورجال، يجب عليكم أن تتمعنوا جيدا بالسيرة الذاتية لكل مرشح حتى لا تقعوا بالأخطاء السابقة. اليوم جميعكم تدعون أنه الحكومة السابقة ما وفرت لنا، ما هيئت لنا، ما خلت لنا، ما سوت لنا. فاليوم أمامكم فرصة ذهبية. اليوم مجالس المحافظات كانت معطلة لسنوات، اليوم راح تعاد هذه المجالس، فعليكم باختيار المرشح اللي ممكن توصلوا له بسهولة، والمرشح النزيه، المرشح اللي فعلا أبوابه مفتوحة لكم في أي وقت. فإن شاء الله راح نكون عند حسن ظن كل ناخبينا اللي وضعوا ثقتهم بينا وانتخبونا، وسنكون لهم العون والسند مستقبلا. وشكرا جزيلا. اذا الدقيقه الاخيره استاذ عامر. نعم، صراحه الى جمهوري في واسط، انتخب الاصلح ولا تلومونا مستقبلا، فالتغيير بيدكم، انتم اصحاب الكلمه اليوم واصحاب الحق، فاعطوا صوتكم لمن تأتمنونه صوته، والله الموفق. إذن بثواني قليلة ختمنا وياك أستاذ عامر، كل التوفيق لكم وإن شاء الله تحظون بفرص الفوز. شكرا لتواجدكم معنا في هذه الحلقة، وشكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.